اليوم نريد أن تكون هناك إرضاء الجميع بالنسبة للترشيح. أي شخصية تكون رئيس الوزراء اليوم أنت تعرف ويعرف الجميع، اليوم حثت مشاكل وطالت الفترة وكان هناك خرق للدستور والقانون الانتخابي ولم نوصل للنتائج. فاليوم عندما تكون هاي الشخصية يجب إرضاء الجميع، إرضاء الجميع على هذه الشخصية ومفاتحة السيد مقتدى الصدر على هذه الشخصية. اليوم الرجل قرر الانسحاب في النهاية. نعم. ورفض أي مفاتحة ونقاش في هذه القضية. نعم أخي العزيز صحيح، أنا أقول لك وحاليا ما بعد الانتخابات ترشح رئيس وزراء. نعم. وشكلنا حكومة. ما بعد الحكومة هل راح تمضي؟ هل هناك راح تحدث مشاكل؟ هل يستطيع رئيس الوزراء؟ جيد، هو قبل ذلك الاختيار ينسجم مع طبيعة التحديات، اختيار موفق بالنسبة للإطار التنسيقي؟ والله يا أخي بصراحة خلع شكاية بالنسبة للأخ محمد السوداني، رجل مقبول الجميع وشخصية محترمة ومعروف في من العراقيين جميعا، وإحنا طبعا هذا صراحة إحنا هذا الشيء يفرحنا، بس نريد ما بعد تشكيل الحكومة أن تكون عندنا انفتاحات، ولا أريد أن يكون مرشح الإطار، أريد أن يكون مرشح العراقيين. وبصراحة خلي يعلن ويقول يا أنا مرشح العراقيين أفضل من يقول أنا مرشح الإطار، وهذا طبعا راح يقتصر بس على الإطار، وراح تكون هناك مناحرات، راح تكون اعتبروا أنت عنده ولاءات إلى الإطار أكثر من الأحزاب الأخرى اللي هي الأحزاب الشيعية. بالتالي هذا عرف سياسي مجلس النواب، اختيار الرئيس مرشح. نعم. من الكتل. نعم أنا أحكي لك على المكون المكون الشيعي، لأن تعرف اليوم هو رئيس وزراء مو بس على الشيعة، اليوم راح يصير على السنة وعلى الشيعة وعلى الأكراد وعلى المسيحي وعلى كل أطياف الشعب العراقي. فعندما تطلق كلمة مرشح العراقيين أعتقد هاي أفضل من ما تكون مرشح الإطار.